قال فخامة رئيس الوزراء الإثيوبي أن حصول إثيوبيا على المنفذ البحري يعد قضية مصيرية ووجودية لإثيوبيا. 120 مليون نسمة، أما آن الأوان لهم أن يخرجوا من هذا الحبس الجائر بسبب الخلل الجغرافي الذي كان هو من تبعات براثن المستعمرين الذين غزوا المنطقة وأحدثوا هذا الخلل. لماذا؟ لأجل أن تتصارع الدول الإفريقية بين بعضها البعض ويكون هناك تنافس على الثروات التي تكفي الجميع، يكون هناك تنافس على الجغرافيا التي تتسع للجميع. فمطالبة إثيوبيا عبر إطارات سلمية بحتة تشمل التفاوض بحسن النية والاعتماد على مبدأ الأخذ والعطاء. هذا هو الأمر الذي نختصر فيه ما لا يختصر من أهمية المنفذ البحري لإثيوبيا، هذه القضية الوجودية للأمة الإثيوبية. فنحن كنا نقول أنه يكفي لتلك الحكومة الحالية الإنجاز الذي حققته في سد النهضة بكافة مراحله المتعددة بعد أن أعادت إليه النور، بعد أن كان سد النهضة في عداد المفقودين المهملين أعادت إليه بلادنا بفضل الله الحياة. أي أمر هذا الذي نطالب به؟ وأي فائدة قصوى في سبيل هذا الأمر؟ فإذا ما كنا نقول بالأمس عن سد النهضة أنه يكفي إنجازا أننا بلغنا به إلى ما حيث بلغنا، بلغنا به إلى حيث ما بلغ اليوم من تطور شامخ وتواجد في سوق العمل، ها هو يولد الكهرباء للشعب الإثيوبي، سواء كانت هذه الكهرباء من التي تصدر أو التي يتم استخدامها في الداخل. وكان هذا التوافق الإثيوبي لعدالة القضية، فما بالكم بقضية مصيرية مثل قضية وجود المنفذ البحري لإثيوبيا؟